يعطيك العافية. كيف شفت ورش جناح موهبة؟ الله يعافيك. أول شيء نشكر القائمين على الجناح، وهي على ما قال تمثل سيرة مجد. نشكرهم جهودهم سواء للأطفال أو كبار السن. يعطيك العافية. كيف رأيت تنوع الجناح بالورش؟ التنوع جيد، أكثر من جيد ورائع. في كذا على يعني كذا طاولة، كل طاولة تعكس مهارات معينة للأطفال. أقول الله يعني يطول بأعمار حكامنا إن شاء الله، ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله. إن شاء الله تشوف أطفالك بإذن الله. شكرا لكم. الله. السلام عليكم. كيف رأيتي المشاركة موهبة في فعالية سيرة مجد؟ بصراحة أنا زرت فعالية سيرة مجد، اطلعت على الأجنحة الموجودة فيها، زرت جناح موهبة. بنتي شاركت في الورش المقامة في جناح موهبة، أعجبني كثير. أعجبتني جدا ورشة اصنع علمك، أيضا ورشة فك الشفرة جدا جميلة، واستفسرت كثير عن ما تقدمه مؤسسة موهبة من خدمات الموهوبين، وإن شاء الله راح أسجل بنتي في مشاريع المؤسسة سوى خدماتها بإذن الله. أنا صراحة من أحد الزوار في هذا المكان اليوم. لما أتيت هنا القسم المؤسسة موهبة، تجدين الطفل لا يركز على شيء واحد مثلا من كثر التنوع في القسم نفسه، فتحصلين أنه عندهم القسم الكيميائي، عندهم القسم الطبي، عندهم القسم في عدة أقسام كذا تجعل الطفل يركز فيما يحبه. فنشكر مؤسسة موهبة لما تقدمه للأطفال، ومن الأعلى للأعلى إن شاء الله. من يرعى هؤلاء الشباب وهؤلاء الشابات، ثروة وطننا العظيم، الثروة اللي تنهض بكل بلد في العالم، هم الشباب وثروتنا هم شبابنا. اليوم معنا مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين موهبة، يطلعون الشباب من يوم صغار إلين يشوفونهم كبار. موهبة مؤسسة وطنية حضارية ترعى كل موهوب في هذا البلد، وكل واحد موجود ما يحقر نفسه، كل واحد عنده موهبة ترعاه هذه المؤسسة، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لتنمية الإبداع والموهوبين موهبة. أحد مخرجات واللي نفخر بهم في هذا البلد الموهوب المبدع سليمان التويجري، سمعوا له تحية، يستاهل. أشبه ما تكون بالنبتة الصغيرة دون رعاية أو سقيا، ولا يقبل الدين ولا يرضى العقل أن نهملها أو نتجاهلها. لذلك فإن مهمتنا جميعا أن نرعى غرسنا ونزيد اهتماما، ليشتد عوده صلبا وتورق أغصانه ظلا يستظل به بعد الله، لمستقبل نحن في أشد الحاجة إليه في عصر الإبداع وصقل الموهبة وتجسيدها على الواقع خدمة للدين والوطن. القائل هو خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عليه رحمة الله. الاقتباس الثاني يقول: نؤمن ببناء الإنسان بناء عميقا، وأنه هو الأساس في الثروة المستمرة والمستدامة، وليس البترول فقط، إذ إن البترول ينضب، لكن الثروة الحقيقية هم أبناء البلد وعقولها واختراعاتهم وبراءة الاختراع التي يحققها البلد. ونحن أحوج ما نكون إلى تلك العقول وإنجازاتهم في هذا الزمن.
المقولة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. رؤية حكيمة من قادة حكماء حملوا هم الارتقاء بأهم المهمات وأنجح الاستثمارات، إنها عقول الشباب وصانعي المستقبل من أبنائنا وبناتنا، ترجمت باهتمام كبير وإيلاء لا محدود لكل ما من شأنه رفع مستوى التعليم والإبداع والابتكار في مملكتنا الحبيبة، وتجسدت في إنشاء مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، موهبة والتي ومنذ نشأتها حتى يومنا هذا نحن نلمس جهودها وجهود رجالها في رعاية الإبداع والمبدعين وتسطير أجمل وأغلى الإنجازات عاماً بعد عام. اسمحوا لي، ودي أحكي لكم قصتي مع موهبة. أنا لما كنت في المرحلة الثانية متوسط في حصة التاريخ دخل علينا معلم النشاط وقال يا شباب أنا أدعوكم أنكم تسجلون في اختبار التعرف على الموهوبين، راح يكون بعد أسبوعين الاختبار، اختبار اختياري، اللي يبغى يسجل يسجل واللي ما يبغى دعواتي لكم بالتوفيق. وأغلق الباب وخرج. أنا التفت إلى زميلي في الصف قلت له إيش رأيك نسجل في هذا الاختبار؟ قال لي وإيش الله مشقيك، الحين حنا عند الاختبارات المدرسة ونسجل في اختبارات زيادة ونشكي أنفسنا زيادة، أنا اختبارات المدرسة تكفيني ولا أزيدك من الشعر بيت، راح تدفع 100 ريال زيادة عشان تدخل في هذا الاختبار، خل عنك. بس أنا لما سمعت هذا الكلام، أي طالب عادي راح يقنع الكلام، كلام زميلي صراحة كان جدا مقنع، وكنت ممكن ما أدخل ولا أتقدم إلى هذه الفرصة، لكني شفتها فرصة واتخذت أحد أهم قرارات حياتي وقررت أني أدخل في اختبار موهبة وسجلت في موقع موهبة. موقع موهبة تسجل فيه أنك راح تسجل في برامج موهبة المحلية وموقع قياس، وبعدين تحدد خياراتك. أنا لأول مرة في حياتي عمري 14 سنة في الصف الثاني متوسط يطلب مني أني أختار التخصص أو المجال اللي أنا راح أعمل فيه مستقبلا. في ثاني متوسط كانوا يقولون إيش تبغى، الطب، الهندسة، علوم الفيزياء، علوم الكيمياء، كل التخصصات. اخترت في وقتها كنت أتمنى أني أكون طبيب وسجلت أنه أول رغبة هي الطب البشري. سجلت واختبرت، بعدها بأسبوعين تقريبا جاء اتصال للوالد وحنا في البيت، السلام عليكم، والد سليمان التويجري، احنا جامعة حائل، ابنك تم ترشيحه للمشاركة في برنامج موهبة المحلي في جامعة حائل لمدة 30 يوم تفرغي، كل شيء متكفل فيه، تذاكر السفر، السكن، البرنامج العلمي، احنا ننتظر موافقتك. الوالد قال انتظروا راح استشير ابني وارد عليكم. في تلك اللحظة اتخذت ثاني احد اهم قرارات حياتي، اني راح اكون مشارك في هذا البرنامج اللي كان بالنسبه لي مجهول، ما كنت اعرف انا وين رايح، ولاول مره في حياتي اسافر بالطياره لوحدي بدون اهلي واعتمد على نفسي اعتماد تام، وما كنت متخيل اني راح اكون اتخذت احد اهم وانجح قرارات حياتي. شاركت في البرنامج، وكان في تلك السنة في تلك الصيفية كانوا أهلي مقررين يسافرون لماليزيا في الصيفية ويغيرون جو، وكان قرار صعب أني هل أروح لحائل مدة شهر أدرس في الصيفية ولا أروح مع أهلي غير جو والجو البارد وأترك الجو الحار، وقررت أني أروح معهم. كان صراحة أمتع وأكثر فائدة من كل الصيفيات اللي كانت قبل هذه الصيفية. تعرفت على شباب موهوبين من كل أنحاء المملكة، أنا جاي من الرياض إلى حائل، كان معي طلاب من الشرقية، معي من جدة، من تبوك، من حفر الباطن، من جازان، من كل أنحاء المملكة، كونت معهم علاقة قوية في هذا الشهر. وكان البرنامج الصباحي عبارة عن برنامج علمي مع أناس أكاديميين جامعيين بروفيسورات ودكاترة، وإحنا لسه ثاني متوسط ثالث متوسط ثانوي، مين كان يتوقع هذا الشيء؟ وبعدها يكون برنامج مسائي كله مليء بالمتعة والفائدة، كل وقتك عبارة عن متعة وفائدة. في السنة اللي بعدها في نهاية هذا البرنامج الكل كان يبكي وحزين لفقد هذا البرنامج وأنه راح ننقطع عن هؤلاء الشباب اللي تعرفنا عليهم.
بسبب أن هذه تجربة أسرتني كل السنوات اللي بعدها كنت أشارك مع موهبة ثالث متوسط، أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي، لين تخرجت. السنة اللي بعدها شاركت في برنامج الملك فيصل في الأحساء، وبعدها في مستشفى الملك فيصل التخصصي، إلى أن وصلت إلى مرحلة ثاني ثانوي وشاركت في برنامج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وخرجت من هذاك البرنامج بابتكار جديد لعلاج واعد لأحد أمراض المناعة الذاتية، وبحث علمي جديد من نوعه. وبموجب هذا المشروع ترشحت للمشاركة في معرض أيينا 2012 في ألمانيا، المعرض اللي يشارك فيه أكثر من 80 دولة ومخترعين من كافة أنحاء العالم، من كافة الأعمار. وفي نهاية هذا المعرض الحمد لله رفعت علم المملكة بحصولي على الميدالية الفضية على مستوى العالم بهذا الابتكار، وهذا الحمد لله يعتبر إنجاز مشرف، وأنا أتشرف بتحقيقي لهذا الشيء. بعد هذا الإنجاز ما توقفت ورجعت للمملكة وطورت هذا البحث وخرجت ببحث علمي آخر، وشاركت في إنتل آيسف للعالم العربي، المسابقة اللي يشارك فيها باحثين ما دون المرحلة الجامعية من كافة أنحاء الوطن العربي، من الأردن، من الإمارات، من عمان، من مصر. وتعرفت كذلك على ناس من العالم العربي موهوبين عندهم اهتمامات بنفس اهتماماتي. وفي ذلك المحفل وذلك المعرض الحمد لله رفعت علم المملكة أنا وزملائي للمرة الثانية على التوالي المركز الأول على مستوى العالم العربي في مسار البحث العلمي للعلوم الطبية. لو كنت سمعت كلام صديقي اللي كان في الفصل اللي قال لي وش الله مشقيك وتدخل في هذه الاختبارات، هل كنت لولا توفيق الله أولا راح أخوذ كل هذه التجربة وأصل إلى ما وصلت إليه الآن؟ ما أتوقع. فأنا أدعوكم جميعا، أي شخص يعرف عن برامج موهبة يسجل فيها ولا تفوتكم هذه التجربة. لذلك أنا اليوم أقف أمامكم بكل فخر وامتنان، أحد مخرجات مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال للموهبة والإبداع، أدرس في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في كلية الطب في السنة الخامسة، محاولاً رد شيء من الدين الذي أعطتنا إياه موهبة وحملتني أنا وزملائي بأن نكون قادة للمستقبل في كل مجالات العلم والإبداع، معيدين أمجاد آبائنا وأجدادنا المسلمين الذين تسيدوا وشقوا طرق العز والشرف شقاً ليخلدوا أسماءهم لتبقى فضائلهم إلى يومنا هذا، ونحن نتذكرها ونتغنى بها ونفخر، وبعون الله وتوفيقه متزودين بالعلم والأخلاق الإسلامية الحميدة المعتدلة يوماً ما سنصل. يقول الشاعر أحمد شوقي: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، ليس حب الوطن قصيدة تلقى على الإذاعة المدرسية أو مجسم على شكل خريطة المملكة يوضع في البيوت أو على الجدران، إن حب الوطن هو ثقافة نحن أحوج ما نكون إليها في كل ما نقوم به، فمهما حدث فالوطن يستحق منا الأفضل. وكما قال الشاعر: بلدي وإن جارت علي عزيزة وأهلها وإن ظنوا علي كرام، وقال آخر: مهما يجر وطني علي وأهله فالأهل أهلي والبلاد بلادي. والسلام عليكم ورحمة الله.